تسعى إيران بعد رفع العقوبات عنها إلى إيجاد مساحة أوسع لحركة قطاعاتها الاقتصادية، مستفيدة من الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها مع دول أوروبية وآسيوية وعربية، مستندة بذلك إلى ما تملكه أرضها من ثروات، فضلا عن أنها تشكل سوقا واعدة للشركات الباحثة عن الاستثمار. وقد شهد العام الفارسي الجديد الذي بدأ قبل شهرين من الآن ازديادا واضحا في تعاملاتها التجارية. مع بداية العام الفارسي الجديد الذي جاء من دون عقوبات، تغيرت ملامح الاقتصاد الإيراني بفعل دخول دول قديمة أو جديدة، ازدادت معها التبادلات التجارية بين طهران والعالم إلى أكثر من 160 مليار دولار، فقد ازدادت مع الهند إلى 5 أضعاف ومع كوريا الجنوبية إلى 8 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل العقوبات. النمو الأكبر في الاستيراد والتصدير كان من حصة كوريا الجنوبية، إذ ازداد تعاملنا التجاري معها 8 أضعاف قياسا بالسنة الماضية، وجاءت روسيا لتحتل مكان تركيا في الاستيراد وتتحول إلى شريكنا الثالث بعد الصين والإمارات. كما شهد الشهران الأخيران زيادة واضحة في إنتاج وتصدير القطاع النفطي ومشتقاته. هناك زيادة أسبوعية في إنتاج النفط، كنا ننتج 1 مليون برميل ووصلنا إلى 2.5 مليون برميل. هدف إيران هو الوصول إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا، وهناك زيادة في إنتاج البتروكيماويات بعد رفع العقوبات وصلت إلى 26%. أما مقدار زيادة التبادلات التجارية الذي سجلته إيران مع الصين فقد بلغ 7 مليارات دولار قياسا بالعام الماضي. أكبر مقدار للتبادلات التجارية في الوقت الراهن هو مع الصين بمبلغ 50 مليار دولار، بعد أن كان في السنة الماضية 43 مليار دولار، ومع العراق بنحو 20 مليار دولار للصادرات، ومع الإمارات بقرابة 30 مليار دولار. ويرى الاقتصاديون في إيران أن زيارة المسؤولين والوفود الاقتصادية تركت أثراً في حصيلة الاتفاقيات التي أبرمت لتبلغ 50 مليار دولار مع إيطاليا وفرنسا و60 مليار دولار مع الصين. زيارة المسؤولين الاقتصاديين لهذه الدول يسمح ببناء تصور جديد في كيفية بناء مقاربة جديدة تعتمد التبادل التجاري بين هذه الدول وإيران. وبالرغم من عبء تراجع أسعار النفط عالميا، تسعى إيران جاهدة إلى بلورة نموها اقتصاديا والاستفادة القصوى من قطاعاتها الاقتصادية بعد رفع العقوبات عنها. رفع العقوبات عن إيران أهلها اقتصاديا لتتعافى تدريجيا ومنحها الجهوزية التامة للتبادلات التجارية مع كافة دول العالم. لأخبار الآن علا مسعودي، طهران.